مساء الخير أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم مشوارك مع الرشاد. حلقة النهاردة هنتكلم فيها عن تكنولوجيا العصر، وهو النت، وهو سلاح ذو حدين. النت بيستخدم في تقريب المسافات، في الاتصالات، ده الحد الخير فيه. يستخدم الحد الثاني في تشويه السمعة، في استعمال النت الإدمان، في حاجات كتيرة قوي هنعرفها النهاردة، من ضمنها الجرائم الإلكترونية. النهاردة حلقتنا عن الجرائم الإلكترونية. معانا ومعاكم ضيفنا اللواء الدكتور منتصر عدلي. أهلا وسهلا بحضرتك يا سيادة اللواء. أهلا بك وأهلا بالسادة المشاهدين. إن شاء الله بإذن الله هنطلع لتقرير وهنرجع نكمل حلقتنا مع سيادة اللواء. إن شاء الله. ابقوا معانا. اهلا ومرحبا بكم تاني اعزائي المشاهدين، وهنبدا الحلقه مع اللواء الدكتور منتصر عدلي. اهلا بحضرتك والساده المشاهدين وباسره الاعداد. النت، وما ادراك ما النت، ومشاكل النت. مشاكل النت الكويسه، ماشي اوكي عارفينها. احنا النهارده بنتكلم عن الجريمه الالكترونيه. جريمه بتشوه السمعه، جريمه بيعملها انسان عديم الضمير وعديم الاخلاق وعديم الشرف. بيأذي بيها حد، بيأذي بيها سمعته، شرفه، ابتزاز. بيبقى جريمة لشخص أو جريمة لمؤسسة أو جريمة حتى دولية. عايزين حضرتك تعرفنا الأول إيه الجريمة الإلكترونية؟ طبعا بحيا حضرتك على الموضوع الجميل ده، لأن هو من أخطر الموضوعات اللي بيواجهها العصر الحالي في ظل تكنولوجيا المعلومات، ويمكن بتسمى جرائم تكنولوجيا المعلومات بالحرب من حروب الجيل الخامس. احنا سبق وقلنا ان المخدرات حرب من حروب الجيل الرابع. تكنولوجيا المعلومات دلوقتي من حروب الجيل الخامس، لان هي بتتم من خلالها جميع الجرائم المتعددة من خلال شبكة المعلومات او الشبكة المعلوماتية او شبكة الانترنت او الشبكة العنقودية زي ما بيقولوا. الجريمة المعلوماتية دي هي عبارة عن جرائم بيرتكبها أشخاص لهم نشاط إجرامي، بيستخدموا فيها جهاز الكمبيوتر أو بواسطة جهاز كمبيوتر أو بأي جهاز متصل بالإنترنت لارتكاب جرائم متعددة، منها النصب والاحتيال ووسائط السمعة والتشهير، الإشاعات والتشهير، والعديد من الجرائم بترتكب، وبترويج مواد غير مشروعه، مواد اباحيه، تجاره مخدرات، عملات رقميه مشفره، كل ده بيتم من خلال الانترنت، والهدف منه النهائي للجماعات الاجراميه المنظمه اللي هي بترتكب جرائم المعلومات او القرصنه في شبكه الانترنت ان هم بيحققوا ارباح طائله من وراء الجرائم اللي هم بيرتكبوها. طب ايه الفرق ما بين الجريمه الالكترونيه وجريمه المعلوماتيه؟ هي جريمه، هي جرائم المعلومات او جرائم الالكترونيه هي مسمى واحد، هي كلها تندرج تحت الجرائم المعلوماتيه او السيبرانيه. اي مسمى، هي لها مسميات عديده وليها تعريفات عديده، لكن هي كلها تدخل طالما دخلت تحت شبكه اطار شبكه الانترنت. ارتكاب الجرائم دي اللي هي الجزء السلبي او الجانب السلبي من تكنولوجيا المعلومات، لان احنا طبعا احنا عارفين ان تكنولوجيا المعلومات ليها جانب ايجابي وجانب سلبي. وكان يعني يمكن في احد المقالات طبعا كان قالوا لو كان يعرف المخترع الانترنت ان هو هيستخدم بهذا الاسلوب او باساءة الاستخدام ما كانش عمله. لكن احنا للاسف ان في اشخاص مستفيدين من وراء الموضوع ده، ان هم بيحاولوا يحققوا مبالغ او اهداف، واي كانت الاهداف، مش عايزين نقول ان الهدف مادي بس او مالي بس، لا هو هدف كمان يعني ابسط حاجه اللي هي التشهير واساءه السمعه لشخص تاني. دي ابسط حاجه، لكن ليها جرائم متعدده واختراق معلومات لدول وتجسس وكل حاجه. وانا عايز انبه برضه اقول لاخواننا، احنا يمكن في وقع في 2018 في كاس العالم في روسيا، ان هو نزل اعلان على الانترنت، وده كان هاكرز
وقالوا ان المسابقه دي اللي هيتم فيها اتباع الخطوات اللي فيها دي هيروح رحله لكاس العالم، والناس دخلت طبعا وسرقوا بياناتهم وهويتهم من خلال الرابط اللي هم نزلوه اللي هو بتاع كاس العالم في روسيا. بالاضافه ان طبعا دي احدث حاجه، لكن في جرائم ارتكبت طبعا بين دول ودول بسبب اختراق اختراق الاجهزه والمعلومات الدوليه بالنسبه لها، وقدرت تتحصل على بيانات من خلالها تهم الدوله اللي هي اخترقت اجهزه المعلومات بتاعتها. وكان طبعا دي حروب مستمره، وحروب الجرائم الالكترونيه دي مستمره وهتستمر الا ان احنا نحط ضوابط وان احنا نوعي، وان احنا لان هي خطوره جرائم الانترنت عن جرائم المخدرات ان هي بتخترق العقول، يعني بتدخل على العقل او الفكر بتاع الشاب نفسه، يا اما بتاذي الكل يا اما بتغير فكره، ودي اخطر من اخطر الجرائم اللي بترتكب، تغيير الفكر نفسه من خلال مواقع التواصل الاجتماعي. وعشان كده احنا هنتكلم طبعا عن كل حاجه بالتفصيل، اساءة السمعه، التشهير، سرقه البيانات، سرقه الهويه. واحنا كلنا طبعا والشباب الغالب كله ان سن المراهقه والشباب بيقع تحت طائلة الابتزاز بسبب ان هو يعني هو طبعا بيدخل على الصفحة بتاعته، الهاكرز بيدخل على الصفحة بتاعته بياخد الصور وبياخد كله، لا غير ان هو قبل ما بيدخل ياخد الصور بتاعته بيعرف ايه هواياته او يدخل له ازاي. لان مثلا انا مش هاوي رياضة فمش هدخل لي من ناحية غير الرياضة، لكن لما ادخل على المعلومات بتاعته على صفحة الفيسبوك او على الصفحة بتاعته واعرف هوايته ايه، اروح باعت له مثلا صوره من الصور اللي هي بتتناسب مع هوايته، فبيقدر انه يفتحها. طالما فتح الرابط ده خلاص هو اخترق البيانات بتاعته. طب احنا نمسك قضيه قضيه. اول حاجه اللي هي التشهير بالسمعه، حد عمل صفحه على الفيس باسم حد ويؤذيه، دوت عقوبته في القانون ايه؟ هو قانون العقوبات ألم بكل الحاجات دي كلها، لكن طبعا لما الموضوع انتشر من بعد ثورة 2011 فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر توجيهاته للحكومة بإعداد مشروع قانون واتعرض على مجلس الشعب واتوافق عليه في 2018، وصدر القانون 175 لسنة 2018 بشأن جرائم تقنية المعلومات أو جرائم المعلومات، هي هو تقنية المعلومات. و عاقب كل من يرتكب ان هو ابتزاز او يشهر التشهير ساعات عقوبته طالما ناتجة عن نتيجتها ابتزاز سواء مادي او جنسي او ايا كان أو نوع سمعة. الابتزاز او سمعة عقوبته بتوصل لخمس سنين. طب ازاي اعرف ان اجيب الشخص اللي هو عمل الموقع او التشهير بحد ده؟ بقى مجهود في مباحث الانترنت. مجهود مباحث الانترنت. ووزارة الداخلية طبعا السيد الوزير طبعا محمود توفيق أنشأ أقسام للجرائم المعلوماتية في جميع مديريات الأمن. فاللي هو احنا المشكلة عندنا ان احنا بنتخوف من ان احنا نقول ان احنا عندنا مشكلة ان انا اتسرقت بياناتي او صوري او حاجتي. طبعا احنا مجتمع ليه عاداته وتقاليده، فبيبقى الشخص نفسه او الشاب نفسه خايف يقول لوالده او والدته ان انا الحاجات اللي عندي، ممكن يكون نزل حاجات بدون قصد بالنسبه له، صور عاديه يعني بالنسبه له في البيت او بنت في البيت او الكلام ده كله، فبتخاف تعرض المشكله فبتقع في مشكله اكبر ان هو بيحصل عمليه ابتزاز ليها وبتضطر ان هي يعني ايه تستجيب للابتزاز ده خوفا من عرض المشكله. لا دوت اللي احنا شفناه في كذا قضيه عن قريب. طبعا جرائم كتيره جدا حصلت، وكان القضاء المصري طبعا في قضيه ابتزاز للصور حكم فيها بحكم مشدد يمكن وصل ل 15 سنه، ودوت حكم كويس. لكن حكم خمس سنين ما بيخافوش من خمس سنين، المفروض ان في حكم يبقى رادع. ما هو أكتر كل من حاجه كده. هو كل حاجه ليها عقوبتها. ما انا مش عاقب حاجه وقعتها قليله بعقوبه اشد، لا، كل جريمه على حسب مادياتها او الحاجه اللي فيها بيتنص عليها ماده من المواد اللي هي مواد القانون اللي هو 175 ل 2018. يا سياده اللواء دلوقتي واخدينها نوع من انواع الحرب، انت ضايقتني، لا اعمل لك موقع وصفحه وانزل لك صورة. وينزل صفحه بنفس الشكل بنفس الشكل البيانات وصورة برقم التليفون. لا وبدا ايه بقى يعني ايه؟ ماشي اوكي، اغلط في اي حد، اشتم في اي حد، ما هي الموقع باسمك.
عشان عشان اقول ان انت اول ما ينزل صفحه انا حسيت ان هي الصفحه دي صفحه مش بتاعتي او حد سرق ودي تعرض لها ناس كتيره جدا على طول ابلغ وناس على مستوى عالي من الثقافه ومن وفي مناصب عاليه جدا واتسرقت صفحاتهم. المشكله هنا ان انا ابلغ ان انا لازم ابلغ عن الصفحه دي ان الصفحه دي مش بتاعتي على طول. بيتخذ اول اجراء بيتخذ في الحاله دي ان هي بيوقفوا الصفحه دي. ما هي بعد الوقف الصفحه دي بيقدر يوصلوا لمين؟ للشخص اللي عمل صفحه. طب لو الشخص دوت عامل اكتر صفحه ليه، اكتر من صفحه ليه، لا هو اللي انشاها ليه هو شخصيا، لا لناس كتيره بيأذيهم هو دوت يعني غاوي ان هو عقوبتها دي بتوصل لثلاث سنين اذا كان فيها اساءه او تشهير. ده انا اعرف دلوقتي، لكن لو هي اساءه او تشهير للابتزاز بتوصل العقوبه بتاعتها لخمس سنين. ده في كمان دلوقتي ايه اللي طالع جديد اللي هو دوت سلبيات النت، ماشي بيبقوا زمايل، ممكن زميل يأذي زميلته يعمل لها صفحه باسم زميلته يأذيها، دوت عقابه ايه بقى يا دكتور؟ هو كمان ما هي دي انشاء صفحه وهميه بتوصل لغايه سنتين، انشاء صفحه سنتين بس من ست شهور على حسب الواقعة نفسها بتوصل لسنتين، لكن لو تضمنت محتوى في أيوة. إساءة دي بتوصل لثلاث سنين. لو المحتوى ده نتيجة حصل بيه ابتزاز مادي أو أي نوع أو معنوي ابتزاز أو معنوي أو أيا كان دي بتوصل لخمس سنين. وقانون العقوبات شامل كل القضايا دي، بس قانون 175 ل 2018 خصص حاجات تانية لناس تانية. يعني انا مثلا مش لازم يكون الكمبيوتر عندي ماشي، انا رحت سايبر وعملت الحاجة دي نزلتها من السايبر ده، بس مباحث النت بتعرف تيجي بتعرف وبيعاقب صاحب السايبر نفسه، بحيث يعني ان اللي بعمل الصفحه ديت ما يفرحش انا عملتها في حته تانية، لا مش لا محدش هيعرفني، لا 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 لا. هو فاكر نفسه ان هو عبقري. لا، وعشان كده ان هم المفروض السنترات دي او الحاجات دي ان كل يدخل حد يدخل على الكمبيوتر بتلاقيه هو عارفه او ان هو بياخد رقم تليفونه او ان كذا عشان الوقت ده وبيسجله عنده ان الوقت ده فلان الفلاني اللي استخدم الوقت ده في الفتره دي. من انا ممكن ادخل سايبر ان انا عايز اطلع على حاجه عايز اطلع على بحث علمي، عايز اتواصل مع حد في الخارج، مع قريبي صديقي اخويا اختي الكلام ده كله، ممكن ادخل سايبر وادخل اقعد بالساعه والساعتين في السايبر. طيب ايه الحاكم في الكلام ده كله؟ المفروض صاحب السايبر ان هو ياخد بياناته وهو بيانات داخل ان هو بفتره من الساعه 9 لغايه الساعه 10 او الساعه 11 فلان منتصر ورقم تليفونه كذا تمام، عشان يقدر لو حصلت اي مشكله في الفتره دي يقدر يجيبوا الشخص ده. طيب دلوقتي ودي جرائم من الجرائم السهله بالنسبه دلوقتي لوزاره الداخليه في خلال 48 ساعه، بس المشكله في الناس ان هي تبلغ. الناس بتخاف، بتقول لك سمعه بنتي سمعه ابني هتحصل شوشره، كل اسف دوت بتدي للي هو عامل الاذى فرصه ان هو يتمادى في الابتزاز بتاعه او في تحقيق الغرض بتاعه. طيب هنيجي دلوقتي تاني لجرائم النصب على النت. هي دي طبعا شكل من اشكال جرائم المعلوماتيه اللي هي سرقه الهويه، النصب والاحتيال. هو النصاب مش سايب اي حاجه، لا نت ولا سايب. هو طبعا بيدخل نصاب. طبعا بيعرض على اساس ان هي مؤسسه، ممكن يعرض صفحه على اساس ان دي مؤسسه وان دي لها نشاط معين في مجال معين وبيتحقق ارباح بالشكل الفلاني، وطب دخل رسوم اطلاع، دخل الفيزا بتاعتك، هات اخر ثلاث ارقام على ظهر الفيزا، اربع ارقام، واحنا طبعا مش عارفين الاربع ارقام دول الاخرانيه ولا اولانيه دي ايه. دي طالما خد الاخر اربع ارقام دي من السهل جدا ان هو يجيب البيانات كلها ويعملها على حسابك ويسحب كل الاموال اللي فيه. ودي حصلت فعلا في فتره مش طبعا بعيده، حصلت كتير جدا مش بعيده، واتسحب من ناس مبالغ طائله. عشان كده البنوك المصريه دلوقتي بتوعي الناس ونزلت اعلانات ممنوع تدي اي بيانات، ممنوع تدي الارقام بتاعه الفيزا كارد بتاعك لاي حد، الكلام ده كله. التوعيه دي مستمره، بس للاسف الناس برضو معلش يعني ممكن يكون نوع من انواع الطيابه الطمع. لا هو لا معلش يا دكتور، هو مش طمع. موظف يتصل بيا انا من البنك المركزي،
طب الكريدت بتاعك رقم كام؟ لا فبيحسبوها اوريدي ان هي معلومات من لا، البنك انا بتكلم في فبيتكلم. نقطة الطمع، مش الطمع، ان هي الموضوع الطمع، ان انا لما اقول ان انا هحقق لك ربح ده بالنسبة 50% لعملية مثلا، النصب من على النصب من خلال المؤسسات. لكن هو الموضوع زي ما انت حضرتك قلتي طبعا، ان موضوع ان سرقة البيانات دي ده موضوع خطير جدا. ليه؟ انا لما اجي اروح اشتري حاجة من اي سنتر او ان انا اي محل، بيقول لي هو بيعرف بياناتك منين؟ من الكريدت، من الكريدت، وانا وهو هو بيحطه في بيحط المكنة كده ممكن، بيطلع له وبسجل بيانات البيانات. على الشاشة ممكن، لو المحل ده او السنتر ده او المكان ده موثوق فيه، ممكن ان يكون الهاكرز دخل على الجهاز على بتاعه الجهاز سرق بيانات الناس اللي متسجلة، مثلا منتصر رقم تليفونه كذا على البتاع ده، ساكن استخدم فين كله. كارت البنك الاهلي، بتيجي تمام، من هنا بقى او الحته اللي اي هم بنك من بيقولوا له ايه، البنوك، انت اخر معامله ليك كانت امتى؟ كانت كذا. ده هيجيبها منين غير من خلال عمليات الشراء عن طريق الفيزا. فانا بنصح ان انا اقول ان انا لما اجي ادي الفيزا بتاعتي انا احطها بنفسي في المكنه واضرب الرقم السري انا، ولو المكان ده اللي انا داخله انا واثق فيه تماما هدي بياناتي، اللي هو غالبا بيقول لك طب رقم تليفونك عشان ينزلوا مواعيد، طبعا الاوفرات محدوده على الحاجات دي، فاختراق الاجهزه دي بيبقى بقى سهل سهل بالنسبه لنا، ما بالنسبة بتبقاش لهم. اجهزه مؤمنه، يعني اغلب الاجهزه اللي موجوده في سناتر أو في الماركت أو السناتر في ما بيبقاش فيها وسائل الامان الكافيه لعدم الاختراق، فممكن الهاكرز بسهوله جدا ممكن يخترق البيانات بدون قصد، مش مقصوده من صاحب المكان نفسه، لان هو مش هيعرض نفسه او يعرض سمعه المكان بتاعه للتشويش او الاساءه بسبب ان هي البيانات بتاعته سرقت، لان استغلال الهاكرز للمؤسسات وللشركات الكبيره لما يقطع او يسرق بيانات او يحذف بيانات او ان هو يخترق بيانات مستشفى او او مؤسسه مول كبيره، او حاجه، ويجي يبلغ حضرتك يقول لك انت بالتاريخ الفلاني كنت موجوده في المستشفى الفلانيه خلاص عملتي بقى في اجريت ثقه، يبقى عارف، يبقى دوت لا من هو تبع كده في مؤسسه، اساءه للمستشفى، ان اسرار المستشفى دي هو طلعها طلعها، والعميل هيعرف ان المستشفى هي اللي قايله او المؤسسه هي اللي قايله، فدي بتاثر على المعاملات مع المستشفيات ومع مش هيبقى في المؤسسات، ثقه معاها. مش هيبقى في ثقه. فاختراق البيانات ده موضوع خطير جدا، ولازم من التوعية فيه، ولازم من اتخاذ الاحتياطات اللازمة اول واتخاذ احتياطي كده الإجراءات. يا دكتور ان انا اللي احط الكريدت بتاعي بايدي، ده ابسط حاجة. وما اديش جهاز كمبيوتر بتاعي الا المكان عشان اصلحه، ولا جهاز الموبايل بتاعي لمكان الا ما الا اكون لما واقف اكون معاه واثق وعارفه. فيه. وللاسف احنا عايزين يعني نتخلى عن العادات بتاعتنا ان احنا اي حاجة نروح حاطينها على الموبايل، اي حاجة نحطها على الكمبيوتر ونفتح النت ونشتغل. عاوز تعمل حاجة ليك انت خلاص اعملها على الانترنت او اعملها على الكمبيوتر قصدي، واسحبها على جهاز تاني وخليه عندك. عاوز تسترجع لها تاني حط الهارد تاني في جهازك الكمبيوتر واتفرج زي ما انت عاوز. يعني مش لازم ان انا احتفظ بكل صوري وكل حاجاتي الخاصة على وكل بياناتي على موبايلي او على على موبايلي كمبيوتري. واجي ابيع الموبايل يعمل استرجاع للموبايل تاني، ايا كان حد يعمل برنامج عادي استرجاع البيانات ارجع كل الحاجات اللي على الموبايل او على جهاز الكمبيوتر، ودي في منتهى الخطورة. وعشان كده احنا من خلال البرنامج والموضوع المهم ده انا بنصح كل الشباب، عشان هم الشباب غالبا ان هم لتملي بيحبوا ان هم يعني يحطوا كل يحط حاجتهم كل حاجتهم وكل ستوري الخاصة، بتاعهم ويبعت بقى ويومياتهم لأصحابه كلها. ولزمايله والبنات بالذات. يعني أنا بنصح البنات بالذات بلاش إن احنا نحط صور أو حاجة خاصة بينا على أجهزة الموبايل أو المحمول، أو إن أنا أبعتها على مواقع التواصل الاجتماعي، لأن احنا للأسف احنا مش عارفين إن أي حاجة بتنزليها بتنزل بتتحفظ في الموقع الرئيسي. طب يا دكتور لو مثلا انا ببعت حد واي فاي، ممكن لو انا فاتحه واي فاي يخترق تليفوني؟ ممكن طالما متصل بالانترنت سهل جدا ان هي تخترق، الا لو حتى انت وسائل امان وما فيش. لا ما في فيش. على الاقل هتحد بنسبه 90% من الاختراق. ما برنامج هم اللي فيروسات بيخترقوا الحاجات دي زي ما انا قلت دمت عدمات شرف واخلاق، اكيد طبعا، فدمت ما عندهمش حاجة ممنوعة بس هيخترقوا. انا لما بتبقى وسائل الامان بتاعتي سهلة بيبقى من السهولة جدا ان انا اخترق الجهاز بتاعي، لكن لما تبقى وسائل الامان معقدة وعلى كذا مرحلة
مراحل التحقق بين الرمز الامان بتاعي كذا مرحله. يعني انا حطيت مثلا رقم سري، الرقم السري ده ما احطش 1 2 3 4، احط رقم غريب، احط رقم غريب وقبليه حروف ورمز معين ماشي، وما احتفظش بقى، اجي اروح محتفظ بالرقم ده على الموبايل بتاعي واكتب الرقم السري. اكتريه الناس بتعمل كده، ما هو عشان كده كله بينسى، محتفظه في مكان امن ان انا لما احب ان انا نسيته استرجع. لكن للاسف احنا بنعمل ايه؟ بنعمل رقم سر كويس قوي، رمز تحقق كويس قوي، ونحطه على الموبايل، ونروح حاطين على الموبايل، نقول ده الرقم السري بتاع الجهاز الكمبيوتر بتاعي. ودي للاسف دي المشكله في التوعيه نفسها بمخاطر اختراق الموبايل. بالاضافه انا عايز اتكلم في موضوع مهم طبعا، اللي هي مواقع التواصل الاجتماعي، الفيسبوك وتويتر والاشاعات اللي بتنزل عليها. ممكن نتكلم في دوت يا دكتور بعد الفاصل ان شاء الله. استنونا. ورجعنا لكم تاني مع الجريمة الإلكترونية اللي بيعملها زي ما احنا قلنا عدماء الشرف والأخلاق والدين. معانا قبل ما نقطع الفاصل كان الدكتور بيكلمنا عن الجريمة بتاعت الفيس وبتاع. اتفضل يا دكتور. هي طبعا انا حابب اتكلم في الموضوع ده، لان الموضوع ده مهم جدا، لان هو بس الإشاعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة الفيسبوك، لان هي طبعا بتبقى مفتوحة لأغلب أو الجزء العام من الناس والعالم كله، والعالم بيبدأ إن هو يشوفنا من خلال اللي احنا بننشره على الصفحات بتاعتنا، لأن مليارات الصفحات معمولة على مستوى العالم من خلال موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، وكلنا ممكن تكون الصفحة مش مقفولة، الصفحة مفتوحة، الصفحة عامة، وغالبا إن احنا طبعا كله بيعملها الصفحة عامة بتاعتنا. وحتى لو احنا قفلناها فهو ممكن الهاكرز يخترقها، والاجهزه في اجهزه معينه طبعا بتخترق، لان بتعرف عادات الشعب نفسه وسلوكه وايه اللي بيعاني منه وايه اللي مشكلته، فده بيضر بمصلحتنا احنا ومصلحه بلدنا. فلازم نحافظ على مصلحه بلدنا بعدم نشر الاشاعات، وحتى لو اتنشر خبر انا في عقل اشوف اتاكد من الخبر ده صح ولا مش صح. مش كل الاخبار اللي بتتنشر على الموقع بتتنشر وبتكبر. طبعا، احنا اكبر بلد بتنشر اشاعات ودوت بيضر مصلحتنا احنا ويضر مصلحه البلد وكله البلد وكل حاجه. فاحنا نحكم عقلنا في الخبر اللي احنا هننزله، والمتلقي للخبر ده يحكم قبل ما يشيره لكن احنا معلش يعني احنا بناخد عمليه التشير دي، هي دوسه شير خلاص. انا جبت خبر شيره ودوت ما يعرفش ان هو دوت مضر، ما يعرفش اثره ايه. ما دوت بقى يا دكتور المفروض برضك ان مباحث النت تعمل حكم على الناس اللي زي دي. هي لازم، هي طبعا كل ان دوت كده بيضر بمصلحه امن البلد. ما انا عايز برضو نصيحه، ان انا مش موضوع ان انت بتشير ومش عارف ايه العواقب الوخيمه نتيجه التشير بتاعك، ما انت ممكن تحط نفسك في مشكله ان انت بثيت اشاعه مغرضه وليس لها صله من الحقيقه. وهو لو حد اتحاكم يا دكتور، لو حد اتحاكم على الموقف دوت في مواد، محدش هيشير تاني. في مواد بتعاقب على على نشر الاشاعات وبثها، مواد موجوده. ما انا عشان كده بقول ايه، ان انا لازم قبل ما اشير اعرف انا بشير ايه، وهل الكلام ده صحيح ولا مش صحيح. لان كل الاخبار يعني ممكن ينزل خبر مثلا
ان في مشكله في حاجه معينه بتعاني منها الناس في كذا كذا، وهي دي المشكله مش موجوده. فانا عشان اشارك فيها بتشهيرها انا هقع تحت طائله القانون وهتعاقب عليها. فبدل ان انا احط نفسي تحت مشكله او في مشكله وعاقب عليها بسبب ان انا ما خدتش بالي او مش خدتش بالي ان انا نشرتها بدون وعي وبدون ما اتحقق من الحاجه الخبر اللي نزل ده، فاخبار كتيره بتنزل يقول لك وفاه فلان الفلاني وهو ما ماتش، فلان الفلاني اتعرض لكذا وما تعرضش، كل دي الاشاعات. هي المشكله ان هم بقى كمان الضربه القاضيه اللي هو بيشير حاجات تخص البلد واشاعات تخص البلد وبتعمل مشاكل. ما عشان كده انا بقول ايه، فهو دوت اللي لازم الحكم راضي عليه. لا ما هي موضوع في المواد بتعاقب على الكلام ده، ومعاقب مشدده، مواد مشدده وعقوبتها مشدده، واللي كل من ارتكب بس اشاعه او نشرها او 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 دوت حكم ايه بقى في القانون يا دكتور؟ بتوصل لسبع سنين، لان دوت امن دوله. وممكن يوصل لاشغال شقه مؤقته او السجن المؤقت. فاحنا بنوعي شبابنا ولازم نوعيهم، ولازم يكونوا تحت الرقابه دايما، وبالذات السن الصغير. اللي احنا طبعا فرحانين بان احنا اطفالنا طبعا ماسكين الموبايلات والالعاب الالكترونيه. ماشي، والالعاب الالكترونيه ادمانها ده في منتهى الخطوره، دوت ادمان، وهنتكلم عليه طبعا. عشان ادمان الالعاب الالكترونيه دي وهدفها ايه وسببها ايه والكلام ده كله وبتعمل ايه، هنتكلم هو تغييب الوعي. هنتكلم فيه بعد النقطه دي، ان انا عايز اوعي الشباب في فتره المراهقه، ان اقول لهم خلي بالكوا ان دخولك على موقع او رابط مش امن، والرابط الامن هو http://www دوت الموقع او الرابط الامن، هو اوله http او http. ده امن. اي موقع http او https www الباقي الرابط ده امن، لكن ممكن هتلاقي فيه روابط عشان اقدر اعرف اقول طب انا اعرف الرابط ده امن ولا ازاي. انا متاكد مين اللي بعت الرابط من الشخص اللي بعت الرابط اخش عليه، لو مش متاكد ما اخشش عليه. متاكد انا عارف مثلا ان الدكتوره بعتها لي رابط معين لحاجه معينه لبحث علمي، خلاص انا متاكد، لان الدكتوره المفروض اتاكدت ان الرابط ده سليم، الرابط ده سليم فبعته خلاص ماشي، ممكن اتحقق منه برضو قبلي، لان ممكن ما يكونش اللي بعته لي اتحقق من سلامه الرابط نفسه او صحته او الكلام ده. فممكن ان الشخص صديق او اي حد بعت لي رابط ممكن ما انا اتحقق منه برضو واتاكد ان الرابط سليم ادخل عليه. رابط مشبوه لا، صفحات كتيره موجوده على الفيسبوك، وانا بنصح الشباب ما يقولكش مثلا ان افرح مثلا ان فنان او لاعب كوره او نجم او انا بسعى لوظيفه او مؤسسه كبيره بعتت لي ادخل اتحقق من الاربع خطوات دي تكسب مليون جنيه، تكسب 300 جنيه. دي منتشره جدا. اجب على الاسئله الاتيه، ده الكلام ده كله ده اختراق للمعلومات بتاعتك والبياناتك والصورك والكل حاجه خاصه بيك، وهتبقى نتائجها مش كويسه. طب هنتكلم دلوقتي بقى على ادمان الالعاب الالكترونيه. ادمان الالعاب الالكترونيه ده اكتر، يمكن انا بصفه خاصه يعني او من وجهه نظر الشخصيه، ان دي اكتر من ادمان المخدرات. ادمان المخدرات ممكن نتعالج منه، ممكن علاجه. لكن ادمان الالعاب الالكترونيه لان هي بتدخل على المخ وعلى الفكر، وتغيير الفكر لازم يكون بفكر وبفكر اعلى منه، وبيبقى صعب تغيير الفكر. فالالعاب الالكترونيه، اغلب الالعاب الالكترونيه وادمانها بالنسبه للاطفال وسن المراهقه والكبار كمان، ان انا ادخل على لعبه انتوا مش عارفين ده هو، يعني في العاب معينه نازله باهداف معينه عايز، زي اللعبه اللي انتشرت فتره اللي هي اسمها الحوت الازرق تقريبا. الحوت الازرق كانت بتوصل للانتحار، زائد ان في اغلب الالعاب بتزود النزعه العدوانيه، بتشجع على العنف. يعني لما اجي العب لعبه فيها اسلحه وضرب نار واطفال بيلعبوا والكلام ده كله،
بتنمي عندهم النزعه دي والعدوانيه دي وما بتخلي هو ده الهدف. عدواني طبعا مع وهو كل ده الناس هو حواليه. هو ده الاهداف اللي هي بتخترق الشعوب في عقولهم وفكرهم من خلال الالعاب. وادمان الالعاب ان انا لما اجي اقعد في ابتزاز للمال، لان انا الالعاب دي ما هيقول طبعا اشحن، فانا بشحن وبيبقى ليها كذا ليفل وكل ده بفلوس. فليه كذا مخاطر الادمان الالعاب الالكترونيه دي كتيره جدا ومخاطرها سيئه جدا وتغييرها محتاج مجهود كبير. لكن كل اللي انا اقدر اعمله في البيت ان انا كرب اسره او ربه اسره ان انا اراقب عمليه الالعاب، وما بتكونش الفترات طويله، تبقى فتره محدوده اللي هي الفتره الترفيهيه، واعرف اللعبه اللي هو بيلعبها او الحاجه اللي بيدخل لها دي ايه. ده في دلوقتي اطفال تقريبا من سنتين اهاليهم بيدلهم العاب الكترونيه وموبايلات يلعبوا بيها عشان ايه يقعدوا ساكتين، وفرحانين قوي بان هو بيلعب بالموبايل. وده بيأثر على كله. لكن انا ممكن اديله حاجه مفيدة. ماده مفيده ان انا احطها له على الموبايل، ان هي تنمي عنده حاجه معينه، تشجعه على حاجه معينه، احط له حاجه مثلا دينيه على اعوده على الحاجه دي، ازود فيه الحاجات الكويسه. لعبه كوره ماشي، رياضه لعبه، لكن ما سيبلهوش النت هو اللي يخش عليه يدخل، لان هو تلقائيا لما بيدخل وبيدور فبيدخل ممكن يدخل مواقع على كتيرة. على مواقع اباحيه كتيره، ودي موجوده كتيره بقى على النت، فممكن يدخل، فانت كده بتغير سلوكه وعاداته وتقاليده، يدخل على بتاخده من دينه فالموضوع ده الرقابه مهمه جدا، والمتابعه مهمه جدا في الالعاب دي. والحاجه المهمه ان انا انمي الوازع الديني من الصغر، من بدايه ما يبدا ان هو يستوعب ان انا ابدا انمي فيه ان الحاجه دي لا، الحاجه دي مش كويسه، ادخل على الحاجه المفيده. لان شبكه المعلومات او شبكه الانترنت ما اتعملتش عشان اساءه الاستخدام او عشان ان انا العب، عشان النت معمول ان احنا نستفاد بيه. للاسف ان احنا بنجيب اغلى الموبايلات لاولادنا، وهي اصلا دي مش مخصصه للالعاب، يعني الموبايلات دي اتعملت اللي فيها تكنولوجيا عاليه جدا للناس الرجال يعني اللي عندهم اشغال، اللي عندهم بيستغلوها، بيعملوا تصميمات. اطفال بيلعبوا بيها. لكن انا دلوقتي الطفل الصغير عاوز اغلى موبايل وحاجه معينه بمواصفات معينه عشان يلعب عليها. يبقى انا كده اهدرت الفلوس بتاعتي في حاجه مش في مكانها، واخدت من ابني وقت كان ممكن وتعليمه ويستفاد بيه في حاجه تانيه خالص. اي حاجه، لكن هي مفيده، لكن انا اخد الجانب المفيد منه واسيب الجانب السلبي. يبقى انا كده اللي بودي ابني للادمان. انا اللي بوصله وللمخاطر للادمان وللمخاطر عموما، لان هو ممكن يرتكب جريمه بدون ما يقصد. لقى صوره معينه لحد معين نشرها، ما هو ما يعرفش الكلام ده كله، وقع تحت طائله القانون. فانا ليه ان انا ادخل اللي هو تشهير الخبر، اللي هو تشهير بدون قصد كمان. يعني هو مش قاصد، بس هو لقى حاجه معينه بدون ما يعرف. فانا اهم حاجه الاسره دي، اهم من القوانين واهم من التشريعات. وعايز اقول ان لازم ان انا يبقى عندي قدرة اني، ولازم دي بتبقى من الأسرة نفسها، ان تنمي عند ولادهم ان هو لما يبقى فيه غلط ان دي مش نهاية الدنيا، او ان انا مش هعمل لك مشكلة، لا انا استوعبه واتكلم معاه وناقشه وانا اللي حلها لك، بدل ما يلجأ لحد تاني يوقعه في مشكلة اكبر من المشكلة اللي انا ممكن احلها. لا صح. ما هو المشكلة اللي احنا زي ما احنا قلنا، النت سلاح ذو حدين، لا اما استخدمه صح يا اما ويبقى مفيد، لا اما استخدمه غلط وهيوديني تحت طائله القانون. ويمكن 80% استغلاله خاطئ للاسف، يعني هو 80% استغلاله خاطئ، والناس بقت تستعمله لكن في هو في افادات كتيره جدا غير الاستخدام بتاعه. ما حدش بيخش يستفيد بقرايه حاجه، بقرايه معلومه، بقرايه كتاب علمي، لا اتواصل مع قرايبي بره. يعني هو اتعمل برضو الحاجات عشان التواصل، مفيده التواصل وتقريب وجهات النظر، المسافات، معرفه العادات وتقاليد المجتمعات الثانيه، في البحث العلمي، في التعليم. ما انا ممكن اجيب محاضره عايز اعرفها انا ما حضرتهاش في الجامعه او حضرتها في المدرسه، ممكن اجيبها من على الانترنت.
ممكن اجيبها من مواقع التواصل الاجتماعي، مش عشان ان انا العب بيه واسيء استخدامه واشتم في ده واسب في ده وانشر صور اباحيه او الكلام ده كله، لا، واعمل لي ده مشكله واعمل عمليه واسيء نصب ليه والكلام ده كله. لكن هي الاستخدام الصح للكمبيوتر هو مفيد جدا طبعا، هو اتعمل اصلا للافاده للبشريه كلها، لان خلت العالم كله قريه صغيره ممكن ان احنا نتواصل مع بعض، واحد في امريكا صاحبي اهلي قريبي اخويا ابن خالي ابن عمي بتواصل معاه كانه معايا موجود، بشوفه على الفيديو كول، بتواصل معاه بكلمه بيشوفني بطمن عليه، للتواصل بعمل صفقات تجاريه من خلال الانترنت، بشتغل بدرس بتاب بعمل بحث علمي بشوف اخر التطورات في الاحداث في العالم كله، بدل ما احنا كنا الاول ان احنا كنا مجتمع مغلق. مجتمع مغلق، فاحنا دلوقتي بقينا مجتمع مفتوح على العالم كله، بس نستغل الانفتاح ده في الطريق الصح والطريق المفيد. طيب بالنسبه دلوقتي لمباحث الانترنت، هل هي بتقدر تجمع كل المخالفات اللي هم الناس بيعملوها، او هنقول المحاضر اللي الناس بتعملها للاذى اللي هو بيحصل لها، اذا كان اختراق نت، عمل صفحه ليا، حد هكر صفحتي، مباحث الانترنت؟ طبعا ليها مجهودات عظيمه في المجال ده، وانا بقول لحضرتك من البدايه ان جريمه يمكن قبل ما ندخل الاستوديو، ان الجريمه المعلوماتيه او جريمه الانترنت دي، او اذا كان جريمه ارتكبت على اي موقع من مواقع التواصل الاجتماعي، وقت البلاغ بتعمل محضر بالواقع نفسها، بس لازم يكون معايا مستند. المستند ايه؟ ان انا ممكن واحد بعت لي صوره وبيهددني بيها، اعمل لها اصور الصفحه سكرين شوت، اخد سكرين شوت واحتفظ بيه، اروح اعمل محضر، وبناء على المحضر ده بيتعرض على النيابه، بيروح المحكمه الاقتصاديه، بيتحدد له جلسه، بياخد حكم. تاخد فتره قد ايه بقى يا دكتور؟ فيش اكتشاف اللي ارتكب الواقع ده ممكن خلال 48 ساعه. في خلال وقت بسيط 48 ساعه. التكنولوجيا في وزاره الداخليه بقت عاليه جدا دلوقتي، واكتشاف لا، هي مجهودات مباحث الانترنت الصراحه في تقدم مستمر. المواضيع دي بالذات، المواضيع الجرائم الالكترونيه دي لها اهتمام كبير، من لانها بتاثر على السمعه وسببت لبنات كتيرة ان هي مشاكل انتحار، وان هي انتحار حالات انتحار والكلام ده كله، فواخد اهتمام من الدوله جامد، والتعليمات واضحه وصريحه. اي في كل مديريه امن في قسم لجرائم تكنولوجيا المعلومات، في مباحث الانترنت ممكن اروح لها، في يعني اقسام عديده جدا، في الخط الساخن 108، الخط الساخن ممكن اتصل بيه. لا حضرتك، الخط الساخن كام؟ الخط 108. خط الساخن لمباحث الانترنت 108. حصل عندك مشكله، حصل عندك هاكر او حاجه، مركز تلقي البلاغات اللي هو اتصل بيهم على طول، مركز تلقي البلاغات، وهم اللي هيوصلوك. ده مركز تلقي البلاغات، هيوصلك وهيدلك على الطريق الصح، وما خافش وخطواته. اصل انا هخاف دلوقتي ان هو في حاجه معينه حصلت، نشر لي صوره سرقها من على موبايلي، او سحب بيانات معينه، او سرق بياناتي، او سرق خليه تمادى، او سرق حسابي، اخاف ليه ان انا اواجه المشكله؟ ما انا لو ما واجهتش المشكله هقع في مشكله اكبر منها. هو التانية هيتمادى، ما هو هيتمادى وهيستمر الابتزاز، لان هيقول له خلي بالك انا واخد من عندك صور، وادي صوره انت منزلها، ودوت اللي بيحصل كذا مع ناس كتيره قوي. وكمان هم بيحاولوا ان هو يعني في صفحات اللي هي صفحات الوهميه اللي هي منتشره دلوقتي على صفحات التواصل الاجتماعي، ممكن يكون ولد وحاطط صوره صفحه ان هو بنت. والعكس صحيح. والعكس صحيح، عشان البنت تدخل عند ودي يبقى ولد. فين وفين عمل ما عرفت ان هو ولد ويتكلموا؟ طب يعني حاجه مثلا ابعتي لي حاجه مثلا صوره بلبس شيك الكلام ده كله، تاخد الصوره تبعتها، في الاخر خالص تكتشف ان هو الصفحه دي وفي مؤسسات اصلا مصنفه ناس انها تعمل كده عشان تستنقذ البنات. انا عايز، عشان البرنامج ساعات بينتهي في وقت قصير جدا والوقت بيجري، انا عايز اوجه نصيحه بس مهمه. ايوه، قبل عايزين ما نصيحه تنتهي للبنات. قبل ما تنتهي الحلقه بتاعت البرنامج دي، اوعى حد يودي تليفونه يتصلح هو مش واقف معاه، او عليه صور، او عليه صور. وحتى لو عليه صور، ما في برامج استعاده البيانات، لازم اتاكد تماما ان انا دلتها من على الموبايل
قبل ما اروح اصلحه الا لو انا رايح لحد موثوق فيه، ده خلاص انا واثق منه، واحد انا عارفه من سنين وعارف ان ده راجل كويس ومحترم والكلام ده كله. اصلا بيع الموبايلات قبل ما بيع الموبايل بتاعي اللي هو اللي انا عايز اجدد بقى الموبايل واجيب موبايل احدث منه، اتاكد تماما ان انا عملت له ديليت لكل البيانات اللي موجوده في على الموبايل قبل ما اديله قبل ما ابيعه، لان غالبا كل الحاجات دي البيانات اللي بتيجي ممكن تيجي نتيجه اختراق او فيروس او هاكرز او الكلام ده كله، والاكثر الحاجات ان هي بتتم من تبادل الموبايلات او بيع الموبايلات من شخص لشخص او من كمبيوتر لكمبيوتر، يعني بيع الكمبيوترات اللي هي مستعمله والكلام ده كله، انا ممكن استرجع البيانات اللي موجوده عليه. فخلي بالك من النقطه دي كويس قوي. المشكله ان الحاجات اللي بتنزل على النت خلت بره اي مجتمع بره واي دوله بره خدت فكره سيئه جدا على عندنا في مصر، المصريين بيشيروا حاجات وبيعملوا حاجات على النت، ادت انطباع على المصريين انطباع سيء جدا. يعني هي طبعا هو تقول للناس دومت ايه يا دكتور؟ يعني نصيحه ليهم؟ هي نصيحه ان انت بتسيء لبلدك وبتسيء لنفسك قبل ما تسيء لبلدك. ما انا لازم تبقى صوره الانسان المصري وهو معروف وهو ليه طبعا تاريخ عظيم على مستوى العالم كله. وخلي بالك اغلب العالم كله، يمكن كل العالم بيشيد مفتوح على بعضه. لا بيشيد، انا يمكن حضرت مؤتمرات كتيره، احنا يعني الناس بتفتخر بامكانيات الانسان المصري العقليه، يعني بتقول انت عندكم قدرات عقليه لو استخدمت وبدنية صح بس في الطريق الصح، ولو في تكنولوجيا انت تبقى اعظم شعب على مستوى العالم، واحنا اعظم شعب على مستوى العالم. لا احنا اكيد اعظم، بس هم المشكله بقى اللي بيستخدموا النت دلوقتي وبيدوا فكره سيئه علينا. انا عايزه بقى كمان من حضرتك يا دكتور مش نصيحه، لا تحذير هقول ايه، لعدمات الشرف، لعدمات الاخلاق، لعدمات الدين اللي بيأذوا الناس على النت. تحذير منهم وقول لهم حكمهم ايه؟ والقضاء هيحكم، يمكن يخافوا. يمكن انا بقول برضو للهاكرز الخبيث، لان في اللي هو يعني في هاكرز مفيد وفي هاكرز خبيث. في هاكرز مفيد؟ هو معنى كلمه هاكرز دي، وفي تريكرز وفي هاكرز، والفرق بين الاثنين فرق شاسع. ايه بقى الفرق ما بينهم؟ الاثنين في الهاكرز اللي هو بيستخدم في اصلاح حاجه معينه او بيفيد الشبكه نفسها، وفي الهاكرز الخبيث اللي هو بيخترق المعلومات المصلحه الخاصه بتاعته هو للابتزاز. فلازم نفرق بين الاثنين. لكن انا بقول للي بيبتز او بينشر صور او بينشر اشاعه او بيعمل صفحات او اي صفحات. حاجه قبل ما انت بتسيء لبلدك انت بتسيء لنفسك وبتسيء لاسرتك، زي ما انت بتعمل وبتنشر صوره سيئه او مشينه لبنت لشخص ما أو فهي ممكن تكون لاختك، قبل ما نقول العقوبه بتاعتها ايه. لا انا عايز اعرف عقوبه. العقوبة بص يا دكتور اللي بيعمل حاجه زي كده، لا ما هو ما بيبصش. انا فاهم انا ما بيبصش، لا عنده اخلاق ولا عنده شرف، لا عنده بس برضه احنا ولا يهتم باسرته ولا اي احنا حاجه. احنا كشعب لينا عادات وتقاليد والكلام ده كله، ما احنا ممكن يكون في ما ناس ما دولت احنا قلنا ما نخلي بال حضرتك الاشخاص دي ما يبقوش من المصريين، هم من المصريين اسما. لا يعني هو بص احنا خلينا نتكلم عن الجزء ننمي فيه او نعزز فيه الحاجه الكويسه يمكن يستجيب ليها، لان في اشخاص كتير على مستوى اجتماعي كويس جدا ومن اسر كبيره جدا لا انا مش مع حضرتك. لو من اسره كبيره وشخص عاقل وشخص محترم مش هيعمل كده، صوابع الايد مش زي بعضيها، فممكن يبقى في شخص صالح وشخص طالح، فاحنا مش عايزين نعمم ان طالما شخص طلع سيء يبقى الاسره سيئه. لا انا مش مع حضرتك. لا ما هو ما دام هو سيء يبقى هو اصلا مادته سيئه. احنا مش هنختلف على الهوا طيب في القصه دي، لكن كل بيت فيه ممكن تكون اسره كويسه جدا ومن عائله كويسه جدا وشخص طلع كده ماشي،
فاحنا التوعية ليه احنا بنقوله بنحذره بنقوله ده الكلام ده مش صح، اخرتك السجن، هتتحبس. كم سنة؟ توصل 15 سنة في حكم نشر صور، خد حكم في احدى المحاكم المصرية 15 سنة. حتى لو فرح ان هو عمل الصفحة ديت لكن وما اتقبضش عليه، أبسط حاجة بس هتتقبض عليك فيما بعد اخر عاجلا او مأجلا هتتقبض عليك على اللي انت عملته، على اللي انت عملته. فاحنا بنحذرك من دلوقتي بلاش استخدامك الحاجة دي، الحاجة اللي هي ممكن تضر الناس التانية تضر الاخرين، خلينا في الجزء المفيد من استخدامك ليه، لان ده نتيجته ان انت اخرك السجن، هتتحبس. طب واللي بيعملوا فيديوهات بتسيء لمصر، اذا كان فيديوهات ليهم هم او سمعه المصريين، التيك توك دي أيوة. طلع طبعا ده حاجه طبعا يعني الناس برضو بتستغلها. هو ما كانش هو طبعا هو معمول عشان كده، يعني زي ما احنا مش عايزين نقول ان الهدف بتاع التيك توك ده ان هم يوصلوا للنتيجه دي، ان ينزل حاجات وهم يستغلوها ويعرفوا التكنولوجيا دي وصلت الشعب، ان هي كلها ممكن ترجع لاهداف تانية غير الابتزاز، ان انا بعد الشعب عن العادات والتقاليد لسهوله اختراقه، ان هو يخترق بسهوله، زائد ان هو ممكن يستخدم العمليه دي في الاعمال التجاريه، يعني المفيد منها بيستخدم في الاعمال التجاريه. الشركات الكبيره لما بتنزل حاجه بتشوف السوق نفسه بيستوعب الحاجه دي ولا لا، اقباله للحاجه دي، ده الجانب الكويس. الجانب السيء ان انا بغير الفكر الشعب نفسه او الشباب نفسها عشان اقدر اخترقه عشان اوصل للنتيجه اللي انا عايزها مستقبلا. طب يا دكتور لو حد نصب على يعني حد من خارج مصر نصب على حد جوه مصر، ايه الحل؟ بس ايه في عجاله؟ هو طبعا هو ياخد الاجراءات القانونيه، طبعا هو ما فيش اتفاقيه دوليه بخصوص لان في دول ما جرمتش جرائم المعلومات، وبس مصر سباقه طبعا، عملت قانون جرائم تقنيات المعلومات ده 175 لسنه 2018 في دول ما، فعشان كده التعاون الدولي الا بقى للجرائم الكبيره بيبقى فيها تعاون دولي. لا انا بتكلم على عمليه نصب، ما هي نصب بقى شخص من بره خارج مصر على ما أنا يعني على حسب نوع الجريمه نفسها. هل هيتم التنسيق ان هي مثلا على حسب نوع الجريمه، يعني هي لو جريمه وصلت جريمه مثلا سرقه مؤسسه كبيره، مش موضوع مثلا واحد نصب عليا ب 5000 جنيه ولا 10000 جنيه تبقى، لكن جريمه قتل حصلت، جريمه ارهابيه، جريمه اختراق مؤسسه ماليه، الكلام ده كله ده بيبقى فيه تعاون دولي بالقصه دي وبترجع في النهايه. بشكر حضرتك يا سياده اللواء، ربنا يكرمك، اسعدتنا وافدتنا جميعا. ربنا في النهايه بقول انت مش هتستفاد حاجه لما تعمل صفحه وتاذي حد، انت مش هتستفادي حاجه لما تعملي صفحه وتاذي حد، هتتجابوا وهتتحاكموا. ما تفرحش او ما تفرحيش ان انا اذيت حد وعملت صفحه وخلاص اتنست، لا ما اتنستش، هتيجي تاخدي حقك وهيجي تيجي تاخد حقك. مش هقول لك اللي انت اذيتها ديت اعتبرها اختك او امك او بنتك، لان انت ما عندكش كل ده، ما عندكش الاخلاق ولا شرف ولا دين، او انت ما عندكيش الاخلاق ولا شرف ولا دين، ما عندكيش كل ده. انتوا مش هتفهموا الا ان انتوا ليكوا حكم هتاخدوه هتاخدوه. بلاش الإساءة لحد، نستعمل النت في السلاح الكويس، نستفاد، خش اقرأ، خش استفيد، بلاش تخش تأذي حد. ودي كانت نهاية حلقتنا، وأتمنى إن كل إنسان يراجع نفسه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونتقابل مع حلقة تانية إن شاء الله بإذن الله. وألف شكر لحضرتك يا دكتور. شكرا، شكرا ليك.